الأول عايز أسألك سؤال قبل الأخبار. اتفضل. محامي إتشون بونج الهولندي روي صرح تمام، تصريحات عاجلة الآن، قال لك عارف. عندك عايزين تعليقك عليها، اتفضل. هو الراجل بيقول لك ان انا بسعى لحل ودي، لكن مفيش حد تواصل معاه من نادي الزمالك. يبقى هو ده كده، يعني التحليل ده كده، الكلام ده فيه نقطتين. لا، اما هو شاكك في موقف اللاعب بتاعه، لان هو لو واثق في اللاعب بتاعه مش هيقول لك انا عايز حل ودي، هيطالب بدفع الغرامة. دي نقطة. النقطة التانية، لا اما هو عايز ينهي المسألة عشان ياخد عمولته، ما فيهاش حل تاني غير كده. لكن الزمالك، المعلومة اللي عندي اللي انا اتسألت عليها، ان الزمالك هيصعد القضية حتى لحد المحكمة الفيدرالية، يعني مش هيديله خالص الفلوس الا لما يوصل لاخر درجة التقاضي، يعني بعد المحكمة الرياضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حاجة اسمها المحكمة الفيدرالية. يعني الزمالك مكمل معاه ومش هيدفع الفلوس بسهوله، وهيكمل في التقاضي، وهيصرف كمان فلوس علشان خاطر يقلل الغرامه اللي حصل عليها اتشمبو. طب طمن الزملكاويه، لانه بيقول لك ننتظر عقوبات وخصم نقاط والكلام ده. لا لا، مفيش خصم نقاط، ده لسه بقى، لسه يعني لسه الموضوع هو قال كده، هياخد انا بقول فتره. لك عشان تطمن الناس. لا هو ما ماشي، مفيش مشكلة. هو لو قال كده احنا بنقول اهو ان لسه الموضوع يا جماعة طويل، ونادي الزمالك مكمل فيه. نادي الزمالك مش هيدفع الغرامة اللي حصل لها تشيمبونج، وهي حوالي 1,400,000 دولار بسهولة. لا، هو لسه عنده درجات تقاضي الزمالك هيكمل فيها. الزمالك هيكمل في درجات التقاضي. يعني كلام المحامي للتهديد، ننتظر عقوبات الفيزا والزمالك لا، هو عايز اي حد يتواصل معاه مع الزمالك، لا اما شقين، لا اما شايف ان موقف اللعيب بتاعه ضعيف، لا اما الراجل عايز ينجز ويحصل على عمولته ويخلص، فاكر ان الموضوع بسيط، يعني ملهاش حل تاني من وجهة نظري. طيب نروح للأخبار اللي معاك، دلوقتي اللجنة، عشان اعمل معاك خناقة دلوقتي، بس نروح للأخبار. اتفضل يا باشا. لا بس لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي فرضت عقوبة على مصطفى محمد لمدة 4 مباريات. تمام. العقوبة دي سببها ما بدر منه مع لاعب النادي الاهلي حسين الشحات في نهائي دوري ابطال افريقيا. حسين الشحات برضه توقف 4 مباريات، لكن مر مباراتين من ايقاف حسين الشحات ففاضل له مباراتين. تواصلت مع احد مسؤولي نادي الزمالك من ساعتين كده، وقال لي ان هم اول القرار ما يوصل على طول هيتقدموا بالالتماس للكاف، للجنه الانضباط، علشان يخفضوا العقوبه. وعندهم امل ان عقوبه مصطفى محمد يتم تخفيضها لمباراتين بدل 4. يعني الزمالك سيتقدم، وده اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال لك ان كمان من حق الاهلي انه يتقدم في المباراتين اللي متبقين لحسين شحات. يعني كده عايز تقول لنا يعني خبر مهم جدا، ان ربما يتقدم الزمالك باحتجاج على عقوبة مصطفى محمد. ده اكيد، مش ربما، اول على طول ما يوصل القرار الرسمي لنادي الزمالك، نادي الزمالك سيتقدم على طول بتظلم للجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي ضد العقوبه فورا، على امل تخفيضها من 4 مباريات لمباراتين. يعني الزمالك سيتقدم بمذكره رسميه لتخفيف عقوبه مصطفى محمد، زي ما الاهلي سيتقدم بمذكره لتخفيف عقوبه المباراتين المتبقيتين على حسين الشحات. باذن الله. تمام. عندنا بقى خبر غريب كده اتنشر النهارده في مجله فرانس فوتبول، طبعا دي مجله عريقه ومجله كبيره جدا رياضيه في العالم كله وفي فرنسا طبعا، وليها انتشار كبير قوي في افريقيا. في افريقيا في صحفي مشهور هناك اسمه نبيل ديجليت، ده صحفي فرنسي. صحفي فرنسي ده قال في مجله فرانس فوتبول، رغم رفض الزمالك لبيع اللاعب مصطفى محمد الا ان سانت تيان لم ييأس، وقال ان سانت تيان فاتح خطوط مع اداره الزمالك في الساعات الحاليه، وعنده لسه امل انه يحصل على خدمات مصطفى محمد في يناير. طبعا يناير فاضل 9 ايام، فطبعا ده خبر مهم جدا، لان نادي الزمالك كان اعلن انه قفل التفاوض مع سانت تيان وانه مش هيبيع اللاعب. فلما يجي طبعا مصدر مهم جدا زي الفرنس فوتبول يقول لك لا، رغم رفض الزمالك سانت تيان عنده امل لحسم صفقه اللاعب خلال يناير في 9 ايام المتبقيه يعني، ويقول لك ان هو فاتح خط قوي جدا مع اداره الزمالك عن طريق وسطاء، وعايز يحصل على خدمات اللاعب.
فده طبعا خبر مهم ولازم طبعا نحترمه، لان المصدر قوي جدا جدا. وطبعا نادي سانت تيان ده نادي عفوا مجله فرانس فوتبول دي من اكبر طبعا المجلات الرياضيه في العالم. طبعا طبعا ده كلام مظبوط. احنا كنا قلنا واشرنا ان البرتغالي باتشيكو رافض رحيل المغربي حميد احداد، تمام، وان في حاله تعاقد الزمالك مع مهاجم اجنبي هيكون على حساب اوناجم. النهارده حميد احداد باتشيكو عقد معاه جلسه، وطبعا احنا قلنا امبارح ان حميد احداد شارك في التدريبات. باتشيكو النهارده قعد مع حميد احداد ودعمه معنويا ونفسيا، طبعا هو كان عنده شد شديد في العضله الخلفيه، قال له ان انا هعتمد عليك بصوره كبيره الفتره الجايه، وان انت في حساباتي، وان انت مهاجم كبير ومهاجم قوي، وانا شفت لك مباريات مع نادي الرجاء المغربي الموسم الماضي، انت قدمت مستوى فني جيد، ودعمه معنويا علشان اللعيب يكون جاهز ويبدا يعتمد عليه الفتره الجايه. طبعا الزمالك بعد ساعات السبت يعني هيقابل اسوان على ملعب بتروسبورت الساعه 5 مساء في مسابقه الدوري العام. انا مسميها عامل لها عنوان مباراه استرداد القمه. والله القمه بقى هتروح وتيجي، قال انت عندك وده شيء حلو، يعني ان احنا عايزين منافسه وعايزين جمال وعايزين متعه، وده ما يزعلش حد يعني. لا طبعا قوه الدوري دي في الاخر راجعه للمنتخبات، يعني الدوري لما يكون قوي وفي متعه. يعني مباراه النهارده الناس كلها بتلوم على عماد النحاس، طب انا عايز اسال الناس اللي بتلوم على عماد النحاس دي بتلوموا عليه ليه؟ انا شايف ان مباراه الاهلي والمقاولون اللي تسبب ان النتيجه تبقى 3-2 لاثنين حراس المرمى. يا علاء يا علاء يا علاء ومحمد بيه عادل يا علاء، الحاجه مهمه، قال لك عندي 9 لعيبه كورونا لغايه دلوقتي ما بيقدروش يكملوا ماتش كامل وقوام الفريق. قال لك حصل كده مع الاسماعيلي وربنا ستر وخدنا ال3 بونت. قال لك اخر تلت ساعه كان ممكن الاسماعيلي يغلبنا زي الاهلي. قال لك خسرنا 3-4 مباريات ورا بعض، 9 لعيبه كورونا، لدرجه ان الراجل دون ان يدري يا علاء وانت عارفه محترم، قال اللي بيحيرنا مش عايز اقول له ربنا يبليك بكورونا عشان يشوف المر اللي احنا شايفينه. لا بس انا برضو مع احترامي الكلام مهندس محمد عادل فوق دماغي، انا ليا وجهه نظر في مباراه النهارده. الحراس المرمى. شايف مباراة الاهلي والمقاولون العرب، انا شايف اللي تسبب ان النتيجة تكون كبيرة 3-2 وتشهد وجود 5 اهداف في المباراة سوء مستوى الاثنين حراس المرمى. الاثنين حراس المرمى سيئين اوفر يعني. انت بس انت معايا على الناس اللي قاعده تقول لك عماد العار زيه زي مختار، دي ناس مش متربيه وقليله ادب. لا لا لا، عماد عار ايه؟ لما راجل قفشه بيركن الكوره والجون بيترمي بعد الكوره ما تدخل جون، هو عماد النحاس بيعمل له ايه؟ يعني احنا نهزر؟ ده الراجل اترمى وبعد الكوره ما دخلت، انت يا حبيبي واقف نايم. هنهزر ولا ايه؟ لو شفت، وايه رايك في علي لطفي راح يمسك الكوره؟ لا لا، الاثنين تعبانين قوي، ده الاثنين مش موجودين يا راجل. انت لو تركز في حسن شاهين ده اقسم بالله ما في كوره طلعت فيها صح. ده كوره قفش بقول لك دخلت الجون وبعد كده الراجل بيفكر يترمي، هو عماد النحاس هيعمل له ايه؟ واحد صاحبي اهلاوي كان قاعد وسطينا، اول ما علي لطفي جه الدور في الجون الاول قال لك هنفضل كده طول الماتش، علي لطفي بينور ويطفي. لا لا، الاثنين الحراس سيئين سيئين جدا، وهم السبب ان المباراه بقت بالنتيجه دي، ان المباراه شهدت 5 اهداف. لو في حر ده العب منصف اللي عنده. كويس ان انت قلت كده، لان انا لو قلت لك هدفين المقاولين اللي دخلوا في الاهلي شوربه، وفي هدفين برضه للاهلي يسال عنهم الحراس، كان لك عبد الناصر مش عارف ايه. لا 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 لا، الاثنين الحراس سيئين جدا جدا جدا، ولو تتفرج على الاهداف كلها، الهدف الاول خطا، والهدف الثاني ما اعرفش طالع مش حاسس بالكوره جايه له فين، طالع يمسكها كده راجل زقها من قدامه، الكابتن اسمه ايه ده حسن شاهين كله خروجه غلط من المرمى، تصويبات انا شايفها مش بقوه، يعني انا شايف مش بالقوه اللي هي تدخل بالصوره دي، يعني انا لا لا، الاثنين حراس ضعاف جدا، وهم السبب في ان النتيجه كانت 3-2، وانا ما شفتش بصراحه حارس، يعني حارس طبعا علي لطفي لا سيء جدا بامانه، سيء سيء يعني، والكابتن حسن شاهين اسوأ منه بمراحل، الجول الثالث ده لا ده ما ينفعش يدخل.
لو اي جون طبيعي دي كرة سهلة قوي انها تتصد، ده يتحرك ربع خطوة يطلعها بايده، وقفشه مش شايطها بقى زي بتاعت الزمالك مثلا دوري نهائي دوري ابطال افريقيا، كوره بقى قرباج ولفه وصعبه. لا يعني لا لا، الاثنين الحراس تعبانين مله خالص، ده مش موجودين. عماد النحاس هيعمل لك ايه؟ عماد النحاس ينزل يقف مكان الجون؟ الناس اللي بتتكلم عن عماد النحاس هيعمل لك ايه؟ لو انت اتفرجت على الاهداف تعرف ان الاهداف دي يتحملها حارس المرمى، ما فيهاش كلام. ليس المدرب ملوش اي علاقه، هتقول له اصل هو فتح وما فتح، لو ما فتحش هات الجون الثالث، هو فاتح فين؟ ده كل المدافعين يا راجل واقفين، فاتح فين؟ وراجل بيركنها كده اكنه اقول لك ايه، ده لو بيعملها في تمرينه مش هتدخل بالمشهد ده. طيب عماد النحاس ملوش اي علاقه، عماد النحاس ادار الشوط. وعايز اقول لك على حاجه، الشوط الاول برضه عماد النحاس موفق. طب ما هم زملكاويه علاء اللي بيقولوا كده زيك. معلش بقى، كل واحد ليه وجهه نظر، هو عماد النحاس وفق في لا لا بس انت يعني بس اقول انت لك على حاجه، بس تعالى انت كده هات الجونين بس. لا اسمعني لا اسمعني لا لحظه، سيبك من الجونين، يعني انت بتأيدني ان المدرسه اللي تركها هذا الزلنطحي القذر الناس دلوقتي عايزه تعمل زيه عشان تعمل ترندات، انت بأيدني في كده؟ والله ممكن في ناس السوشيال ميديا واكله دماغها، بس هو انت لو انت يا بيت عارف تعمل كده. النهارده في ناس مسؤولين، في واحد مسؤول سابق كان رئيس نادي سابق او قائم باعمال رئيس نادي النهارده بيعاير الاهلي وبيكلمه عن مذبحه الدفاع الجوي في تصريحات في منتهى القذاره. مذبحه قصدك بورسعيد مش الدفاع الجوي؟ ما مذبحه بورسعيد كلهم شهدائنا وربنا يرحمهم، ولكن الحوار بإيساف جدا يا علاء. والموضوع اول حاجه ما ينفعش طبعا حد يتكلم على الدم او يتكلم على وفاه شباب توفوا قهرا، لان دول كل ذنبهم ان هم رايحين يتفرجوا على ماتش كوره، ما حدش خالص يتكلم في الامور دي. انا ضد طبعا الكلام ده خالص، لان اي حد اخونا ابننا اي حد معرض ان هو يفقد حياته لو في عنف في المدرجات، فما حدش يتكلم على الموضوع ده. نرجع بقى للماتش، لو انت شفت اهداف المقاولون العرب هي فيها نسبه توفيق كبير. الجون الاولاني خبطت في ايمن اشرف، الجون الثاني سوء تقدير من الحارس، سوء تقدير ده مش موجود. فعادي كده جونين دخلوا وبقت النتيجه 2-0. الناس بس اللي بتتكلم على عماد النحاس، عماد النحاس اه ماشي ممكن يكون داوودة خرج بتاع، بس انت لو شفت الاهداف المنطقه مليانه مدافعين. يعني اهداف النادي الاهلي منطقه الجزاء المقاولون العرب مليانه مدافعين، لكن المشكله ان حارس المرمى قراراته خطا. فبالتالي الاهلي نجح ان هو يرجع ويتعادل، والهدف الثالث ده يعني اقول لك ايه، ما هو لا لا ده لا لا اسمه ايه حسن شاهين ده، انا طبعا اتفرجت عليه مباراه كان كويس، لكن لا النهارده كان الاثنين الحراس خارج الخدمه وهم السبب ان المباراه خرجت 3-2. طيب لو في حراس قويه واقفين في المرمى دي مباراه تخلص 1-0. طيب 1-0 بالعافيه يعني. طيب عندي ملف مهم جدا، المذكره اللي ارسلها 10 لاعبين الى الاتحاد المصري لكره اليد بيطالبوا بمستحقات تخطت ال10 شهور. خليني يمكن انا حصري معايا المذكره، بس احنا طمسنا بعض الاسماء علشان خاطر ما ناذيش حد، كما حصلنا عليها نسخه صوره طبق الاصل من اللي وصلت للاتحاد المصري لكره اليد، اهي بعرضها على الشاشه. والعملية بقيت بزراميط خالص، وهنا أوجه لوم إن لازم اللجنة تتكلم، لأن بعد كده هيلبسوا الحاجات دي 10 شهور، لما تعدي الأيام وتلف الناس هتنسى إن دي كوارث الزلنطحي القذر وهتلبسها اللجنة. ردك يا أستاذ علاء على هذا الملف. إحنا كنا قلنا إن فريق اليد يا جماعة ما خدش فلوس بقاله 10 شهور، ولا خد مكافأة بطولة الدوري، ولا مكافأة بطولة السوبر الأفريقي، ولا مكافأة البطولة الأفريقية. وإن المعزول كان راجل بيخدع الرأي العام وبيخدع الزملكاوية وبيقول أي كلام وبيقول لك أنا بصرف وبدفع وأنا الكلام ده غير واقعي. المعلومات اللي عندي إن اللجنة انتدبت الكابتن إبراهيم عبد الله إن هو يحل الملف ده، والراجل اتكلم مع اللعيبة وتواصل مع الإدارة، واعتقد اول فلوس ما تيجي ان هم هيصرفوا فلوس لفريق اليد طبعا، وده فريق بطل. بس طبعا المشهد اللي احنا فيه ده لازم جمهور الزمالك يعرف ان المشهد ده بسبب هقص المعزول وفشر المعزول وكذب المعزول اللي كان بيقول لك انا بدفع المستحقات وانا لا بطوله لا 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 مكافاه بطوله افريقيا خدوها، ولا مكافاه السوبر الافريقي خدوه، ولا مكافاه الدوري خدوها.
لما فرقه تكون بطله وتحقق القاب زي دي وما تاخدش مكافئات، والراجل كان بيطلع يهجص كلمه الهجص، كان سايب لعيبه الكوره ما جددتش العقود وما مددتش العقود، سايب لعيبه الكوره ما خدتش مساحقاتها، عمال يهجص يهجص يهجص. فطبعا اللجنه بريئه من الازمات دي، اللجنه بتحاول تحل الازمات. يعني هي جت لقت كوارث، فريق الكوره كان فيه كوارث، الاعمده الاساسيه عقودها بتخلص، كان لازم يجددوا العقود، بن شرقي كان ليه فلوس، كان لازم يدوله فلوس، الراجل كان باعت لهم انذار، الاخ الكابتن ترجاني كان ليه فلوس وارقام، كان لازم يدوها له، كان لازم لعيب بحجم اوباما وامكانيات اوباما في الملعب بدنيا وفنيا وتكتيكيا، اللي في وجهه نظري ما فيش لعيب في الدوري دوره تكتيكي زي اوباما، كان لازم الراجل ده يمدد عقده. طيب جعل التصريح الاتي علاء دلوقتي. ده اول تصريح يطلع من مسؤول، وانا بشكر الدكتور حسين السمري عليه، لانه كده بينقذ اللجنه من ان تشيل مآسي غيرها. فبشكر الدكتور حسين السمري جدا على هذا التصريح، واعتقد انه ادى هديه للجنه القضائيه والناس اللي بتدير النادي، لان كده يعني اول مسؤول يتحدث عن هذا الملف الخاص بالالعاب الاخرى، علشان خاطر الناس كانت هتلبس مآسي من قبلهم، وده اللي انا كنت بهزر منه. ولكن انا بشكر الدكتور حسين السمري على هذا التصريح جدا، لانه مضيء ومنور للطريق في المأساة اللي بنتكلم فيها. طبعا الدكتور حسين السمري، خليني اقول لك التصريح، خليني اقول لك التصريح، الطائرة واليد والسلة بالزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ أشهر، وكرة اليد خاصة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 10 شهور، بالإضافة إلى مكافأة الكأس والدوري وأفريقيا والسوبر، ولم يتقاضوا لاعبوا الثلاثة ألعاب مقدمات عقودهم، ومستحقاتهم جميعا تتخطى 65 مليون جنيه، رقم رهيب بيعلن عنه الدكتور حسين السمري. ده تصريح ناري، ده من وجهة نظري تصريح بس ناري. بس يا بيه، اللي ما عملش كده الدكتور حسين كنت بكرة هتلاقي الوقت يطول، يروح قايل لهم الزلم ده من البيت، انا سايب لكم النادي ليا كام شهر، ما قلتوش ليا 65 مليون جنيه سايبها الظلام طاح القذر اللي عمل مدرسة الفساد والخراب واللسان الطويل وقلة الأدب، 65 مليون جنيه مستحقات. ولما راح هاني زاده معاهم في أفريقيا لبسهم تيشيرته على كان ياخدوا المستحقات، تاجروا بكل شيء في الزمالك ولسه في ظلام طاحية قذرة زيهم بتدافع عنهم. تحية للدكتور حسين السمري، اتفضل يا علاء. طبعا تحيه للدكتور حسين السمري، ان هو راجل وضح الحقيقه وقال الحقائق، والتصريح ده هو نجى اللجنه القضائيه اللي بتدير النادي، ونجى المكتب التنفيذي، ونجى كل الموجودين في النادي في المرحله دي، ان هو راجل بكل شفافيه وبكل صراحه قال الحقيقه، ولا خاف بقى من هجوم المعزول يطلع يهاجمه ولا يعمل له فيديو زي ما كان بيهاجم الكابتن ايمن يونس والكابتن اشرف قاسم لما قالوا الحقيقه وقالوا اللعيبه ليها مستحقات واللعيبه ليها فلوس متاخره وطلع هاجمهم. فطبعا انا بحيي الدكتور حسين السمري، ودكتور حسين السمري راجل فاضل واستاذ جامعي محترم وراجل مدرسه في الاداره، انا بحييه جدا جدا على التصريح ده، وبقول ربنا يكون في عونك وعون الكابتن ابراهيم عبد الله وعون اللجنه القضائيه اللي بتدير النادي، ان انتوا زي ما حليتوا مشاكل فريق الكوره، ان انتوا ربنا يوفقكم وتحلوا مشاكل الالعاب الجامعيه. وانا عندي ثقه ويقين ان الدكتور حسين السمري والكابتن ابراهيم عبد الله والمكتب المحترمين مع اللجنه القضائيه هيقدروا يمتصوا غضب فريق اليد اللي طبعا ده بطل وصبر كتير لما يقعد 10 شهور ما ياخدوش فلوس. خليني بس اقول يا علاء، اسف للمقاطعه، التصريح نقلا عن يلا كوره عشان ندي الناس حقها. التصريح نقلا عن يلا كوره، وبشكر للمره الثانيه الدكتور حسين السمري وتكلموا. يعني انا محتاج ان انا اهديكم اغنيه محمد منير اتكلموا، لان الكلمه نور ولازم تتكلموا قبل فوات الاوان، والوقت مش في صالح حضراتكم. اكشفوا عن الملفات السوداء، لان بدات لسان الظلمطحيه يطول، وبداوا الحراميه يبالهم انياب، وبداوا النصوص يهاجموكم، وبداوا المتربصين وطيور الظلام
يتكلموا عنكم، ولولا ربنا موفق فرقة الكورة كانوا كلوكم وولعوا فيكم كالنار في الهشيم. وأنا آسف، اتكلموا على كان اسكتوا هذه الألسنة. تحية تانية للدكتور حسين السمري ولكل واحد زملكاوي خايف على نادي الزمالك. الظلام تحية كتروا قوي على السوشيال ميديا اليومين دول، والحملة المأجورة فلوسها وصلت، وأعتقد رسالتي وصلت. واحد صاحبي دلوقتي بيقول لي وانت بتتكلم في مجموعه من المشاهدين مع الاستاذ عبد الناصر اهلاويه بيشتموني عشان قلت ان مستوى علي لطفي ضعيف جدا. حصلش. انا قدام والاهلاويه راضيين على مستوى علي لطفي، لو راضيين عنه. لا لا لا، بس لحظه بس لحظه بس، ما تصدقش اي حد. الناس كلها قدامي يا عم، الناس كلها قدامي اهي، الناس كلها قدامي اهي، ولا واحد اتكلم عنك كلمه وحشه. لا عادي، مفرد اتكلم عادي يا بيه، ما فيش. هو انت هتقول انا اللي خلاني يا عم؟ ما هو ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك بقين اهو. الاكونتات بتقول لك يا علاء ما حصلش. يا اما انا بقول لك، ما فيش مشكله يا اما انا بقول لك، اللي عايز ينتقد ينتقد. لا انا، انت مش واخد بالك. لا ما هو ما هو انا لا ما, ما, ما ينفعش يتهم جماهيري اتهام غلط. اللي قال لك ده راجل حقير. ليه كده طيب؟ لانه ولا واحد شتمك. انا راجل صعيدي دغري، اللي قال لك ده مش محترم وعايز ضرب البلغ. خلاص طيب، ولا بص، شوف الناس كلها ها، ولا واحد قال يا راجل. تلاقي انا اقول لك علي لطفي بينور ويطفي زي الفوانيس. علي لطفي بينور ويطفي. ده بقول لك انت كده تخرج، ده مش هتفرج عليك تاني. اقسم بالله ما يتفرج. ما شاء الله ما اتفرج. لا ما يقولكش حاجه اهو. اهو بقول لك واحد صاحبي يا بينا، واحد صاحبي بتشتمه ينفع كده يعني؟ اهو بص، اهو اهو بص، الاستاذ ماركوس بيقول لك علي لطفي ضعيف والكل عارف كده يا علاء. انا مرقص من امريكا. وحد تاني بيقول لك حتى الراجل اللي قاعد في امريكا عارف يا علي يا لطفي اللي انت ضعيف، فضحتنا يا عم. اما انا بقول لك علي لطفي بينور ويطفي، يعني دي اقوى من اللي انت قلتها. ايش مفيش مشكلة. شفت الناس كلها بتقول لك لازم تقول اسمه لانه تجاوز في حقنا. كل الناس لا بتقول لا لك لا لا معلش معلش معلش، سعفيني بس عشان صاحبي. ماشي يا جماعة. لا 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 سماح سماح معلش، هو الراجل اتشتم خلاص. انت شتمته يا اشرف. يا اشرف هبعت لك عنوان بيته وتبعت له باب تهزيق على البيت. لا 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 يا عم، اذا كان صاحبك حقه علينا. انا افكر حد بتقول لي حد بعت لي من جمهور ولا حاجه. صاحبي بقى. لا يا عم صاحبك فوق دماغنا يا عم. انت علي لطفي مستواه ضعيف، فالناس اللي مع الاستاذ عبد الناصر بتشتمك بتقول لك انت مالك انت. لا بس انا لازم ادافع عن الرجاله بتاعتي، لان مفيش ولا واحد فيهم قال لك كلمه، ولا واحد. بس ده كان الناس فوق دماغنا يا عم. خلاص اذا كان صاحبك يا جماعه، خلاص صاحبه ومسامحينه. وانا اسف يا عم على ان انا قلت عليك راجل قذر. بس يا جماعه الراجل اتشتم وسامع الشتيمه بودان ومش عارف يعمل ايه دلوقتي. هيعمل ايه؟ عايز يبلك اللايف ده، هيعمل ايه دلوقتي؟ يا جماعه بقى انا اسف. بتعملوا العشاء دلوقتي، جاله من المطبخ تقول له الحق، ده انت بيشتموك وعبد الناصر عمال يشتمك. يا عم خلاص يا عم، انا اسف ان انا قلت عليك راجل قذر. خلاص يا عم، احنا اسفين، احنا قلنا عليك ان انت راجل عره وقذر. احنا اسفين يا عم. يا عم حقك عليه، ده انت ولعلمك الشخصي يا اخي. لعلمك خلي عندك ده يا اخي، ده انت والله قذر. ايه يا اخي القذاره اللي فيك دي يا اخي؟ وبعد كده بص، انت يا صاحب ما تبقاش قذر. خلي بالك انت يا صاحب علاء، والله ما اعزمك غير على عدس لفول. لا بقول لك ايه، لا لا ده اكيل جامد، خلي بالك. ولا ليه عندي لازمه، هو اخره معايا ده طبعا. كرشو كرشو تيسو بالمتر ما شاء الله يعني. يا بيه هو اخره معايا يا بيه. طب اقول لك ايه، اقسم بالله احكي لك موقف ليه بس من غير اسماء. بص احنا كنا مدعوين في فندق لمؤتمر، فلقينا اوبن بوفيه مفتوح، مش المؤتمر بتاعنا، مؤتمر تاني. دخلت انا وهو صدفه، والله احنا فاكرين المؤتمر بتاعنا، عاملين نبص في وش الناس مش لاقيين ولا واحد نعرفه، بس الاكل شغال. فهو عمل طبق كبير قوي، هو ما شاء الله سمين يعني بياكل جامد قوي، عمل طبق كبير قوي وقاعد ياكل. فجاله الراجل المسؤول عن الايفنت، قال له حضرتك مش مدعو. وقال له احنا جايين مش عارفه في مؤتمر ايه. قال له ده الناحيه الثانيه مش هنا خالص. قال له خلاص انا هقعد اكل. قال له بس حضرتك مش مدعو. قال له مش دعوه، هقعد اكل برضه، مش مدعو هقعد اكل. انا قلت للراجل، قلت له ده غصب، وعمل الطبق، انت هترجع الطبق ده؟
خلاص سيبه ياكل بقى، وبعد ما يخلص نروح نشوف شغلنا. طيب هو لا وصلنا هو وصلنا وصلنا الآن. هو من أحد الأصدقاء المحترمين اللي بيتابعونا، ميدو تيرازور، بيقول لك كابتن حسين لبيب يعلن إنه في الطريق لإنهاء حل لإنهاء مشكلة كرة اليد. هو دي حسين أبناء لبيب ولا الزمالك. حسين السمري؟ لا، حسين لبيب نجم الزمالك ومصر ايوه طبعا الكبير. عارفه 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 عارفه. الراجل بيتدخل لحل أزمة كرة اليد. هو ده، دي كلها الناس المحترمة اللي بعتها الزلمطقي، حسين لبيب العظيم المحترم ده ولا كان لي دعوة لو كان قاعد الزلمطقي، لأن كل المحترمين سابوا له التركة كلها، الجمل بما حمل وحولها العزبة. أهو الكابتن حسين لبيب جاءني الآن إنه بيتدخل لحل أزمة مشكلة كرة اليد. وطبعا حسين لبيب ده نجم مصر العظيم وابن الزمالك العظيم، فأنا بشكره جدا شيء جدا جميل جدا. طبعا. وسنتحقق من كل ده، وهنتكلم بكرة وهنحاول نجيبه على التليفون كمان، وعلاء هيكلمه الصبح إن شاء الله تعالى.